خلونا نتكلم شوية عن الوظائف والعمل في الداخل والخارج، ومصر وهي بتبني الجمهورية الجديدة حريصة طول الوقت على الاستمرار في حماية رعاياها ومواطنيها وعمالها في الداخل والخارج. وزارة العمل اللي هي وزارة القوى العاملة سابقا افتتحت وحدة اسمها وحدة توجيه ما قبل المغادرة. الوحدة دي بتقوم بتوعية المواطنين اللي هيسافروا عشان يشتغلوا في أي دولة أخرى، بتوعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وكمان بتعزز الفرص الاندماج في البلدان اللي هم رايحين يشتغلوا فيها. تفاصيل أكتر عن الوحدة دي معايا على التليفون أستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل. صباح الخير يا أستاذ عبد الوهاب، أهلا بحضرتك. أستاذ عبد الوهاب صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك معنا. وحدة توجيه ما قبل المغادرة، ليه فكرنا نعمل الوحدة دي؟ هتكون إيه أهميتها؟ وإيه البرنامج التدريبي أو التوعوي داخل هذه الوحدة؟ أولا يا فندم صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين. يعني يمكن أنا سمعت حضرتك يعني قبل ما التواصل بتتكلمي عن موضوع المهارات، يعني يعني فرصة ان احنا نؤكد ان اوروبا بتطلق على عام 2023 ان هو عام المهارات وعام التدريب المهني، وخاصة في ظل التحديات اللي بتواجه السوق. وده طبعا اللي ذكر يعني بالامس اثناء افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة. في مجموعة من النقاط الاساسية طبعا نتكلم فيها بشكل مباشر عشان نبسط على السادة المشاهدين يعني مفهوم وحدة توجيه ما قبل المغادرة ودورها طبعا في المرحلة المقبلة. طبعا هي اسمها وحدة توجيه ما قبل المغادرة، هي ملحقة الآن أو موجودة في مبنى الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة مصر بالقاهرة. طبعا هذه الوحدة يعني كانت بدعم وتنسيق وتواصل مع عدد من الشركاء الاجتماعيين الدوليين، وحضر في عملية الافتتاح بالأمس السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أولفير كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وأيضا ممثلين عن منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة. يعني هؤلاء جميعا هم شركاء في يعني دعم هذه الوحدة التي تأتي في إطار برنامج عام مع هؤلاء الشركاء اسمه برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا. طبعا الوحدة طبعا بتأتي في إطار هذا المشروع. الوحدة طبعا يعني من اختصاصات وزارة العمل، طبعا لأن وزارة العمل طبقا لقانون العمل رقم 12/2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها طبعا إدارة ملف التشغيل سواء بالداخل أو بالخارج. هل في برنامج توعوي معين أو تدريبي هيتم داخل هذه الوحدة؟ وهل هو موحد ولا مختلف باختلاف الوظيفة اللي المواطن رايح يشغلها في البلد الأخرى؟ طيب قبل ما نقول الجزئيه دي بس معلش عايزين بس نقول هدف الوحده. الوحده طبعا هي تكمن اهميتها طبعا في ضمان بدايه امنه لرحله هجره الايدي العامله من خلال تقديم خدمات توعويه للعماله المرشحه للعمل بالخارج، وضمان الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ورعايه مصالحهم زي ما حضرتك ذكرت في البدايه، عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والارشاد. ده بيساعدهم طبعا الاندماج في المجتمع بدوله المقصد، فضلا عن حمايتهم من التعرض لاي شكل من اشكال الاستغلال او الاحتيال. اضافه طبعا ان هذه العمليه برمتها سوف تساهم بشكل كبير من الحد من الهجره غير الشرعيه، لان هناك بدائل وهناك دوله بتهتم بتوعيه يعني العمال او الشباب الراغب في السفر الى الخارج. طبعا عمليه التدريب طبعا زي ما انت عارفه ان اي شاب طبعا يعني عنده طموح ان هو يهاجر او يسافر الى الخارج للعمل، طبعا بيبقى العقد العمل بتاعه لو هو بشكل شرعي يتم توثيقه من خلال وزاره العمل من خلال الادارات المختصه، فهتبقى عمليه التوثيق دي يعني هيكون مرفق بها هي عمليه التوعيه والتدريب، وان هو لابد ان ياخذ دوره تدريبيه قصيره جدا داخل هذه الوحده. قد ايه مدتها يا استاذ عبد الوهاب؟ ممكن تبقى اسبوع 3 ايام على حسب طبعا نوع العمل ونوع الوظيفه وما شابه ذلك. فطبعا هيبقى فيه طبعا تم الاعلان طبعا بالامس عن ان طبعا المنظمه الدوليه للهجره اللي هي الشريك الاساسي في هذه الوحده بتعمل مع وزاره العمل دلوقتي على اصدار ما يسمى بدليل وطني للتوجيه قبل المغادره، مصمم خصيصا لتلبيه الاحتياجات المحدده للعمال المهاجرين. يعني ده هيبقى شرط يا استاذ عبد الوهاب للمغادره عشان يوصل للبلد اللي هيشتغل فيها، انه يبقى معاه مثلا شهاده من الوحده دي بانه خضع او اخذ الدوره التدريبيه دي؟
طبعا يا فندم، لان في حمايه لهذا الشاب من عمليه النصب وعمليه الاحتيال، وهيتم توعيته. طبعا زي ما حضرتك عارفه ان وزاره العمل بتمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج، بيعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في اللي هي موجوده في هذه البلدان. وطبعا ان هيتم توعيه هذا الشاب طبعا، ومش كده وبس، طبعا في جانب اخر، لان وزاره العمل بتلعب دور كبير جدا في عمليه التدريب المهني، التدريب المهني اللي موجود دلوقتي في كافه المحافظات في نطاق مبادره حياه كريمه عن طريق مراكز التدريب اللي هي المجانيه للشباب على المهن، زي ما سمعت حضرتك برضه اتكلموا عن المهن اللي هي الحديثه اللي بيحتاجها سوق العمل. صحيح. طبعا هيكون في جزء خاص بتوعيه الشباب باهميه يعني التوجه الى هذه الوحده وتلقي التدريبات اللي طب تلقي التدريب ده يا استاذ عبد الوهاب هيكون مجاني ولا يعني برسوم رمزيه؟ كل ده يا فندم مجاني، هذه خدمه بتقدمها الدوله المصريه في اطار خطتها وسياستها، زي برضو ما حضرتك ذكرتي عمليه الرعايه والحمايه، وان هي تحد او تقدم البدائل. احنا كمان بنستعد في الايام المقبله مع منظمه الهجره الدوليه الى اطلاق ما يسمى بالحمله الاعلاميه، بهدف ايضا الوصول الى الشباب عبر السوشيال ميديا وعبر كل الوسائل، بحيث ان احنا نوجههم لأهمية هذه الوحدة وأهمية البحث عن البدائل اللي بتقدمها الدولة المصرية. طب هل التدريب هيكون بس في الفرع الموجود في الوزارة الموجود في مدينة نصر، ولا هيمتد لمحافظات أخرى، ولا ممكن كمان هو يكون أونلاين مثلا عشان نقدر نوصل للشباب الموجودين في محافظات بعيدة؟ طبعا يا فندم سؤال مهم جدا، زي ما ذكرت لحضرتك أن هذه الوحدة هي نواة وهي بداية تأسيس وحدات مماثلة في كافة مديريات العمل المنتشرة في 27 مديرية على مستوى الجمهورية، زي ما ذكرت لحضرتك ان في دليل هيتم الإعلان عنه قريبا هو اسمه دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة. هذا الدليل سوف يحتوي على كل او الإجابة على كل التساؤلات اللي بيحتاجها الشاب اللي هو قبل ان يسافر الى الخارج للعمل، بحيث ان هيتم ايضا توضيح له يعني على سبيل المثال التشريعات والقوانين والمعايير الدوليه والمهن التي يطلبها سوق العمل اللي هو يجب ان يقوم بتدريب نفسه عليها. فطبعا هيبقى فيه دي عباره زي ما احنا ذكرنا امبارح في عمليه الافتتاح، زي معالي وزير العمل حسن شحاته مأكد ان طبعا زي ما حضرتك ذكرت ان مصر وهي تبني جمهوريتها الجديده، يعني هذه اداه واداه جديده، دي خطوه مهمه كمان يعني لتوعيه المسافرين بحقوق العمال في الخارج، قوانين العمل في الخارج، الوظيفه بالظبط، والمهارات اللي محتاجها علشان يشغل هذه الوظائف في الخارج. كل الشكر للاستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزاره العمل.